الراجل اللي هيبقى معايا دلوقتي هو واحد من اساطير الكره المصريه، حاجه مسلم بيها يعني، واحد من النجوم المحترمين اللي الجميع بيحبوه، كلهم كل الناس، ما تقابلش حد اهلاوي بقى زملكاوي اسماعيلاوي اي حد مش هتلاقيه ما بيحبهوش، كلهم بيحبوه او على الاقل بيحترموه، صعب ما تحترموش. الايام اللي فاتت بالمناسبه شخصيا انا يعني دخلت في مناقشات على السوشيال ميديا على ناس كانت بتتكلم عنه، قلت لهم الراجل ده على المستوى المهني والمستوى الشخصي وعلى مستوى التاريخ مفيش غبار عليه وما ينفعش حد اصلا ينتقده، وهو بصراحه من الاخر يعني من الاخر مش من الناس اللي محتاجه حاجه يعني مش محتاج يعمل حاجه عشان حاجه، مش محتاج. ده هو شرف لينا وشرف ليه اكيد ان هو موجود في منظومه الكره المصريه، واكيد هو بيساعد ومن اكتر الناس اللي تعبت الفتره اللي فاتت سواء على مستوى الاجهزه الفنيه لمنتخبات مصر سواء الاول او الاولمبي، وعلى مستوى طبعا القصه بتاعت مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام. معايا عبر الهاتف الان اسطوره كره القدم المصريه الكابتن الكبير كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. يا كابتن حازم مشرف ومنور. يا كريم يا حبيب قلبي، والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه على الكلام انت بتقوله ده، يعني كتر خيرك، والواحد والله ما يستاهلش يعني من الحاجات انت بتقولها دي يعني، بس انت كلامك مؤثر والله، جيت اثرت بيها يعني، متشكر جدا جدا يا كريم والله، كتر خيرك، ويعني مبسوط بيك ومبسوط بكلامك، ورب نكون عند حسن ظنك كده وظن الناس اللي زيك كده ان شاء الله. والله يا كابتن حازم من القلب، وده اكيد مشاعري ومشاعر الناس كلها يعني، هو لا مجامله وانت عارف يعني، وانت عارف ان هو مفيش. ربنا يخليك، الله يكرمك، ربنا يخليك. النهارده انتصارين متتاليين لمنتخب مصر زي ما قلت في المقدمه، حاجه تدي تفاؤل، حاجه توقفنا على رجلنا، مش هنقيس عليهم اي حاجه، بس اهو خطوه حلوه تخلينا مطمنين. شفت الانتصارين ازاي يا كابتن حازم؟ بص والله واحنا في الاول مع مستر هوي كنا بنتكلم على الماتشات الوديه لسه بنحضر فيها، فاتفقنا على ان يبقوا ماتشين في الامكان يعني نقدر هو يشوف لعيبته، صعب يعني ما حدش يبتدي ماتشات مع مدرب جديد بماتشات كبيره. صحيح. ماتشات جامده. صحيح. يعني زي ما بقول الفرق، حتى فرق الدوري دلوقتي هتبتدي الفتره الاعداد بيلعب ماتشات درجه ثانيه وبعدين درجه اولى خفيفه، وبعدين يبتدي ياخد تدريجي الماتشات عشان يشوف لعيبته ويشوف اللعيبه في على المستوى ده عامله ازاي يعني. فاحنا خدنا فرقتين محترمين طبعا، نايجر وليبيريا، والراجل شاف حوالي كل الفرقه يعني تقريبا ما عدا يمكن ثلاث اربع لعيبه. عايز يشتغل على فكره معينه اشوفها في الماتشات دي. فغير بقى الماتشات الفنيه كمان يا كريم اللي عجبني جدا جدا المعسكر واللعيبه في المعسكر، اللعيبه كلها بصراحه حاجه رائعه، بدايه من صباح طبعا كابتن الفرقه الغايه اصغر واحد، الناس كلها تحس ان هي مبسوطه في المعسكر عايزه تلعب. حتى بكلم مع فيتوريا بعد اول تمرين وثاني تمرين، قال لي انا ما قال لي لا ما كنتش واقع كده يعني، فاكر الموضوع اللعيبه مش زي ما انا كنت فاكرها، لقاها احسن بكتير ما كان متوقع يعني، قال لي انا كنت شايفهم احسن بكتير ما كنت متوقع، مركزين جدا، بيلعبوا رتم عالي جدا في التمرين، عايزين على طول، هو التمرينات كلها بالكوره، ما فيش بدني كتير من غير كوره، كله بالكوره، فاللعيبه مبسوطه بالموضوع ده. فبشكر اللعيبه كلها اللي في المعسكر بصراحه، وبشكر كل القائمين على المعسكر، دي مهمه جدا اللي خلت الراجل مبسوط في المعسكر، وحاسس ان ده كان اول معسكر، خلي بالك صح، الانطباعات الاولى يعني تبقى مهمه للمدربين الاجانب، ياخد فكره عن اللعيبه. ما هو ده سؤال يا كابتن حازم، انطباعاته هو بقى، انطباعاته من اللاعبين، مستوى اللاعبين، عشان في كتير قوي مدربين كانوا يتكلموا على كواليتي اللاعبين وانه لا لسه عندهم نواقص. خلينا نكون واقعيين، هو لسه ما دخلش في مرحله صعبه او يعني ما دخلش في ماتشات اقوى، لكن على مستوى التنظيم وعلى مستوى التركيز وعلى مستوى الالتزام وعلى مستوى التمرين وتركيزهم في التمرين وفي الماتشات اللي بيعملوه في التمرين، بيحاولوا يعملوا في الماتشات، هو مبسوط جدا، هو قال كده في المؤتمر الصحفي النهارده يعني، قال مبسوط جدا باللعيبه وبالمعسكر. طبعا المعسكر جاي هيبقى اقوى اكيد بكثير يعني، هيلعب مع بلجيكا واحده من احسن فرق العالم، طبعا المواضيع بتتغير والشكل بيتغير، لكن انا بتكلم على فكره ان هو بيلعب ازاي وعايز يحط لعيبه عامله ازاي، هو فكرته هجوميه، وده اللي احنا كنا دايما بنتكلم عليه في كمحللين حتى وكمذيعين وكناس متابعين للكوره، عايزين نلعب كوره شويه هجوم، فهو دماغه دايما عايز يعني، على فكره انت لما تبص في السي في بتاع روي هتلاقي ان هو ما طلعش تقريبا ولا ماتش 0-0 تقريبا يعني، صح، كل الماتشات اجوان، يا اما 1-1 يا اما هو كسبان 3-1 4-2، كلها ارقام فيها او كل الماتشات فيها اهداف يعني. صحيح، وهو عنده ميزه عبقريه جدا، انا شفتها حتى من لقاءات عملها في اوروبا او حتى عملها في السعوديه، انه راجل مش بتاع مبررات، هو راجل بتاع شغل يعني، مش هيجي يقول لك اصل انا والله انا شايف اللعيبه دي مش عارف ايه الملاعب عامله ازاي المسابقه والكلام. بص يا كريم، عايز اقول لك حاجه، الراجل ده بقى له تقريبا شهر كده في مصر قبل المعسكر يعني، او شهر ونص تقريبا، الراجل ده عنده مكتب في اتحاد الكوره،
كانه موظف بيجي كل يوم هو والستاف بتاعه بيجوا كل يوم الساعه مثلا 11 او 10 ويمشوا ثلاثه كل يوم بيجوا تخش عليهم تلاقيهم فاتحين اللابتوب فاتحين السكرين ماتش فوق وماتش تحت اللعيب بيتكلموا عليه جايبين له كل الاحصائيات بتاعته شغل على طول ديتيلز ديتيلز هايل بجد هو بياخد باله من ديتيلز فيا رب يطلع كويس وهو كويس ورب هو كابتن حازم مديرين من المديرين الفنيين اللي بيحبوا اللاعبين الشباب بيحبوا العناصر الشابه مع كل الفرق اللي دربها هل هو بصراحه شخصيه محترمه جدا يا كريم هل في خطه بقى للنظر للاعبين الشباب المنتخب الاولمبي منتخب الشباب اللاعبين هو بيحاول بس انت عندنا منتخب اولمبي برضو خلي بالك عندنا مشكله كبيره منتخب اولمبي ان المنتخب الاولمبي اجندته مش دوليه مشكله كبيره جدا هتواجهنا ان احنا لما هنلعب ماتشات التصفيات الشهر الجاي انت المنتخبات الاولمبيه ما عندهاش اجنده دوليه فانت هتاخد بقى لعيبه من الانديه والانديه يقول لك ده عايزه وده هتبقى عندنا فيها طبعا مشكله وخناقه ونتمنى ان الناس تساعدنا يعني ده ممكن مهم جدا فهو مش عايز يزود الفتره دي عشان برضه الراجل ميكيلي ما عنده مشاكل يعني ما عندوش وقت كتير وما عندوش رفاهيه اللعيبه الدوليه قوي لان زي ما بقول لك هو حسب بقى كل النادي هيدي ايه وهيعمل ايه وتخش بنيجوشيشن وتخش مع ده وده عنده ماتش صعب وده عنده ماتش سهل يعني فالموضوع هو باصص تحته طبعا وشايف لعيبه كتير كويسه وكان عايز ياخد كذا لعيب لكن كان في معسكر هنا وكان في معسكر 2003 فسابهم كان بدايه اولى يعني هايل اللاعبين بقى في المعسكر يا كابتن حازم قلت ان هم كلهم كانوا مبسوطين وسعداء جدا وانا متاكد هايل هل كان في زعل من قصه المستحقات بتاعت كاس الامم الافريقيه فعلا؟ اتكلمنا فيها يعني خلينا نكون صراحه الناس طبعا اتكلمت فيها هو ليهم ماتشين تقريبا لسه اتكلمنا مع يعني ان شاء الله باذن الله نطلعهم في اقرب وقت قريب جدا نطلعهم هايل احنا عندنا مؤسس يعني برضه الحكام كان ليهم فلوس طلعناها لهم برضه قبل بدايه السيزون ابتدينا نطلع عليهم السيزون اللي فات لكن ليهم ماتشين دورين يعني هو بياخدوا بالدور بتوع افريقيا فان شاء الله نعملها لهم يعني لكن بغض النظر هم ما اتكلموش في الفلوس يعني لعيبه برضو مش في دماغهم الفلوس دماغهم منتخب مصر يلعبوا ازاي بيطالب مره يقولها وبس خلاص يعني هي وانا كابتن حازم لو تسمح انا قلت امبارح هو مش عيب لما يطلب بمستحقاته احنا عندنا اللاعب المصري بيطلب بمستحقاته بس ما بيعملش مثلا زي منتخبات اخرى في القاره ممكن مثلا يقطع المنتخب لا قدر الله عشان مستحقاته لكن هو كده هيلعب وهياكل النجيله الناس بتاعتنا ناس منتميه وعندها طبعا حب مصر ده اهم حاجه احنا نيجي المنتخب ده شرف لينا ان احنا نيجي يعني في لعيبه مش مخها حاجه غير انها تمثل منتخب مصر ده شرف بالنسبه لها يعني لكن طبعا ليهم لكن بصراحه يعني الناس منتهى الاحترام وبيتمرنوا واشتغلوا كويس وزي ما بقول لك يعني كنت بقعد اسمع بره في يعني الناس تقول لك في ازمه مش عارف مين وازمه مين وازمه شناوي عايز اقول لك ولا ازمه ولا حاجه الناس اللي يعني محمد الشناوي مثلا المفروض هو يثير ازمه والناس مستنيه بقى يتخانق الراجل زي الفل ولا حاجه عشان بس كلام حضرتك يبقى واضح عشان كلام حضرتك يبقى واضح حضرتك بتتكلم على القصه بتاعت الرقم محمد الشناوي واحمد الشناوي الناس ولا حاجه خالص اتكلموا مع الراجل هنا كذا وهنا كذا وهو الشناوي قال لك تمام انا عايز فالاثنين ما عملوش خناقه ولا في مشكله ولا في ازمه اساسا من دي 1 الدنيا سموث يعني بس طبعا انت عارف الناس هتبقى شايفه ان هيبقى يعني بصراحه انا بحيي اللعيبه وبحيي الاثنين لعيبه او ثلاث لعيبه النجوان يعني وخصوصا محمد فرجان لان راجل انا عايز العب انا جاي العب منتخب مصر فبصراحه يعني كل اللعيبه كانت متعاونه جدا جدا كابتن حازم الكلمتين اللي هقولهم لك دول بنقولهم لا قدر الله لا قدر الله في اي اخفاق ففرصه نقولهم واحنا دلوقتي واقفين على رجلينا والامور حلوه اللي هقوله لك دلوقتي ان احنا عايزين فعلا بقى ان شاء الله انا عارف ان الكلام ده مش من اختصاصاتك ده اختصاصات الرابطه بس عايزين مسابقه مستقره عايزين لاعبين جيدين مش لاعبين ابطال بيصنعوا من السوشيال ميديا من ورق يبقى الراجل بيختار لعيبه كويسه عايزين الحاجات اللي احنا دايما كنا بنقعد ننتقدها بعد كل اخفاق نقولها دلوقتي انها ما تحصلش واحنا مبسوطين دلوقتي والله يعني اتمنى انا اتمنى ان كمان يبقى يعني خلي بالك فكره ان نظام المسابقه يبقى ملتزم بيه الناس كلها ده مهم جدا جدا لان ده بيديك انطباع ان الناس دي منظمه وعندها جدول وبتشتغل عليه وده انا اللي شايفه وعارفه من خلال الرابطه وصديقنا نائب احمد دياب وعماد متعب وخالد رفعت وثروت الناس المسك ان هم ناويين يعملوا كده السنه دي ان شاء الله باذن الله ان هم يبقى كل وده حاولوا على فكره السنه اللي فاتت يعني يمكن اول مره ما بقاش في تاجيلات كتيره قوي وكان في عقد اقل يمكن الحدود عشان الاهلي كان هيلعب فاينل افريقيا تاجل له ماتش واحد تقريبا بتاع ايستن لكن كل كانت الدنيا ماشيه كويس بشكل كبير يعني في فرق كان
واضح ان الرابطه عامله بصراحه، والسنه دي هيبقى احسن ان شاء الله باذن الله يعني. طيب عشان 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 انا في المداخله دي مش عايز اثير اي حاجه، عشان مبسوط جدا ان انت موجود معايا، بس الفتره الاخيره كابتن حازم اسمك دايما يرتبط باي موضوع او اي توبيك له علاقه بمشكله او حاجه في اتحاد الكره او المنتخب على السوشيال ميديا تحديدا ومن بعض الناس. عايز تقول لي، عايز تقول لهم ايه يعني؟ انا ممكن اقول انا، بس عايزك انت برضه تقول فرصه. ما اقولش حاجه والله، بقول لهم يا عم كتر خيركم، وانا يعني لو انا بص الدنيا او الزمن هيبين دايما الصح والغلط، مفيش حاجه بتفضل على طول، بيبقى في ناس بتطلع بحاجات ممكن تبقى ارائها، ممكن تبقى تعصب، لكن مع الوقت بيبان مين الصح ومين الغلط، مين اللي عمل ايه فعلا او مين ما عملش ايه. لكن هو النقيض، لا اما انا ما بعملش حاجه خالص وما بيعملش حاجه وملوش لازمه، لا اما بعمل كل حاجه وهو ده اللي بيديه كل حاجه. ليه بقى الكلام ده؟ انا ما اعرفش يعني. اللي عايز يطلعني بالشكل ده يبقى ليه اسباب، واللي عايز يطلعني بالشكل ده يبقى ليه اسباب. لكن في الحالتين انا حازم البني ادم طبيعي، انا معرفك من خمس ست سنين، انا لا يعني لا بتغير هنا ولا بتغير هنا، هو انا زي البني ادم في الكلام. بتعامل زي ما بقول لك في حاجات في كل الشغل يعني، وبمنطق اللي انا شايفه كراجل عندي خبرات، ان كان عندي خبرات يعني. فممكن بس لازم اعرف ان طول ما انت بتشتغل في حته عليها لغط او عليها كلام لازم الناس هتنتقدك، ده طبيعي. وانا يعني ذات انا ما دام انت بقيت مسؤول على حاجه عامه، الناس خصوصا كره القدم شايف الكوره عامله ازاي، يوم انت فوق ويوم تحت، فالناس بتتكلم كتير. بس انا اتمنى بس الناس وهي بتكتب الحاجه تفكر فيها، ما تنقلش وخلاص، تفكر الكلام ده هو حصل، طب حصل ازاي، طب بيعمل يعني، بس تفكر شويه. لو فكرنا شويه هنلاقي الموضوع ما فيش موضوع من الكلام ده كله. لكن لازم دي ضريبه ان انت بتشتغل في شغلانه عامه، صح؟ لازم الناس يعني لازم تتقبل كل الناس، بس يعني التجاوزات مرفوضه طبعا. دي اللي بتضايق، دي اللي بتضايق منها، اللي هو كلام يعني مرسل كده وحاجات اهانات شويه فيها حاجات مش لذيذه يعني، ده بتضايق. لكن ممكن يقول لك انت ما عندكش فكره، انت مش فاهم، ماشي، كل الناس معارضه لهذا الكلام. لكن ساعات التجاوز بيبقى الناس بتاخدها يعني في حدود ان هو الحريه المطلقه، وده يمكن بس اللي بيضايقنا شويه. لكن الحمد لله لكل شيء يعني، الواحد مبسوط الحمد لله، وبيتقي الله في شغله وبيحاول يعمل الصح. اكيد مش انا مش الصح عندي بس يعني، ممكن اعمل صح وممكن اعمل غلط، لكن بنحاول نعمل الصح ان شاء الله يعني. هو عموما طول ما انت موجود في اداره الكره المصريه احنا كلنا سعداء ومبسوطين. كابتن حازم شرفت ونورت حقيقي، كنت مبسوط جدا والله يا حبيبي. انا بشكرك، اشكرك شكرا جزيلا على كلامك الجميل. شكرا كتير، اشكرك شكرا جزيلا كابتن حازم، دايما موفق ودايما رائع كعادتك في الملعب وخارج الملعب.